ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي دكتور رامي الخليفة العلي. دكتور رامي، دعنا نبدأ بأهم القضايا التي تدور حولها هذه المعركة الانتخابية الرئاسية في تشيلي. أهلا بك محمد، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن الرهان الاقتصادي ربما هو الرهان الأهم المطروح في هذه الانتخابات. الفترة الاشتراكية التي حكمت فيها الرئيسة ميشيل الحقيقة لم تكن موفقة من الناحية الاقتصادية، هنالك زيادة في نسبة البطالة، هنالك تراجع في العائدات التي تحظى بها تشيلي جراء تصدير النحاس، هنالك انخفاض في أسعاره وبالتالي نقص في الاستثمار، أيضا نقص في نسبة التنمية. من المتوقع خلال السنة الماضية القادمة أن تحقق تشيلي ما نسبته 1.3، وهذا لا يكفي بالاستجابة للإصلاحات الاجتماعية التي يتعهد بها يسار الوسط. لذلك كل هذه العوامل الحقيقة محمد تصب في مصلحة الدكتور بينيرا الملياردير الذي ينتمي إلى يمين الوسط، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نقطة أساسية وجوهرية، وهي أن اليسار بشكل عام أو الموجة اليسارية التي سادت أمريكا اللاتينية خلال 20 سنة الماضية بدأت بالتراجع بالفعل، وبالتالي من المتوقع أن ينتقل الحكم مرة أخرى إلى يمين الوسط، خصوصا أن المرشح الآخر الحقيقة لم يعطي إصلاحات حقيقية وجوهرية يمكن أن ترفع نسبة البطالة. هو اعتمد على خطاب يسار الوسط، طبعا أتحدث عن السيد جيليرا، وبالتالي باعتقادي أنه إلى الآن كل الترشيحات تصب في مصلحة الدكتور بينيرا. طيب، هل يمكن القول أن الأسباب الاقتصادية وحدها هي السبب في هذا الصعود لليمين وتراجع اليسار سواء في تشيلي أو في دول أمريكا الجنوبية بشكل عام؟ لعل الأسباب الاقتصادية هي الأسباب الأهم، ولكن بالتأكيد ليست هي الأسباب الوحيدة. إذا ما أخذنا مقارنة مع دول أخرى كالبرازيل والأرجنتين، تراجع اليسار لأسباب متعلقة بالفساد، لأسباب متعلقة بالمحسوبية، لتراجع نسبة التنمية، أيضا لتراجع الاستثمارات والتراجع على المستوى الاقتصادي، وبالتالي هنالك تجربة الحقيقة باتت سيئة من وجهة نظر المواطن في أمريكا اللاتينية مع أحزاب اليسار التي لم تعمد إلى قراءة ذات لسياساتها خلال السنوات الماضية. نحن نتحدث الحقيقة عن يسار الوسط على وجه التحديد، أضف إلى ذلك اليسار المتطرف الذي تمثله ربما كوبيا، الإصلاحات تأتي ببطء شديد، وبالتالي كل هذه العوامل أدت إلى تراجع اليسار على مستوى القارة برمتها، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في الانتخابات التشيلية الحالية. كيف ممكن أن ينعكس هذا الصعود لليمين في أمريكا الجنوبية على علاقات القارة الخارجية، على توجهاتها وعلى الأوضاع السياسية بها دكتور رامي في المرحلة المقبلة؟ ملاحظة دقيقة ولماحة محمد، لا شك بأن أحزاب اليسار خلال السنوات الماضية اعتمدت على خطاب معادي للولايات المتحدة الأمريكية والإمبريالية، وفي تشيلي على وجه التحديد لأنه على الصعيد الاجتماعي هنالك اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها دعمت على مدى عقدين الدكتاتور التشيلي السابق بينوشيه، وبالتالي هذا الخطاب ظل في عمق الخطاب اليساري. طبعا يمكن أن نلاحظ ذلك أيضا في كوبا وفي فنزويلا وفي البرازيل وفي الأرجنتين، أن اليسار دائما يطرح خطابا معاديا للإمبريالية، ولكن ذلك إن لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية يبدو أنه لم يعد يجدي في الحملات الانتخابية، وهذا ما نلاحظه في الانتخابات الحالية في تشيلي. من المتوقع أن العلاقات سوف سوف تتطور مع الجانب الأمريكي، على الأقل يحدث هنالك تطبيع بعد الفترة الاشتراكية التي شهدتها القارة الأمريكية اللاتينية. شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة العلي المحلل السياسي، كنت معنا من باريس.